وصلنا سوا لموضوعنا الأخير بحلقتنا الليلة، موضوع شاغل المغتربين بكافة أقطار العالم وخاصة بأستراليا. أستراليا الدولة اللي تعتبر متقدمة ومتحضرة واللي هي بلد الحريات، يبدو أنه رح بتصور العائلة اللبنانية المسلمة، أو مثل ما عم بيقولوا أنه رح بتصور العائلة اللبنانية بصورة بشعة، وهالشي رح بيصير بمسلسل تلفزيوني رح يبدأ عرضه بتسعة الشهر هيدا على القناة التاسعة الأسترالية. المسلسل يلي بيحكي عن عائلة لبنانية مغتربة عايشين بأستراليا، وأفراد هالأسرة اللي بيربحوا اللوتو بينتقلوا من حياة الفقر إلى حياة الترف والثراء، وبيكونوا مصدر إزعاج ومشاغبين، وبيعملوا فوضى لمحيطهم وين ما كانوا موجودين. الموضوع زعج كتير اللبنانيين الموجودين بأستراليا، أما الخوف الأكبر هو من الصورة اللي عم ينقلها عن أفراد هالمسلسل الشخصيات الموجودة بالمسلسل، الصورة اللي عم ينقلها هالمسلسل أنه تزيد الخوف والفوبيا من الإسلام والعرب. خلينا نتابع هيدا التقرير بداية. فساد، أزمة لاجئين، اعتداءات إسرائيلية جنوباً، تهديدات إرهابية شمالاً وبقاعاً، مشاكل كتيرة بيعاني منها بلد 10452 كيلومتر مربع وبيرزح تحتها، لكن بيبقوا اللبنانيين من أكتر الشعوب المحبة للحياة والسهر والعلم والتطور. رغم الإنجازات الكتيرة يلي حققها اللبنانيين بالخارج والداخل، إلا أنه الغرب ما بينظر لوطننا إلا كونه بلد الحروب واللا حضارة. وتجسد هالأمر مؤخراً بإعلان لمسلسل أسترالي بيحمل عنوان Here Come the Habibs، بيبدأ عرضه بتسعة شباط الحالة. The fence needs to move. The Habibs aren't staying, Jack. They're going. Just what we need. Here come the Habibs. The neighbors from hell. إعلان المسلسل اللي بيحكي قصة عائلة لبنانية ربحت اللوتو وانتقلت من جنوب سيدني للعيش بالمدينة ونقلت معها عادات منفرة ومزعجة، أثار اعتراض الجالية اللبنانية بأستراليا يلي تحركت وقدمت اعتراض وقع عليه خلال أيام أكثر من 3000 شخص، باعتبار أنه بيكرس نوع من العنصرية تجاههم وبيعكس صورة سيئة وخاطئة عنهم. أما بالشارع اللبناني فما اختلفت الأراء المنددة بالمسلسل المذكور، باعتبار أنه لبنان صدر الحضارة وشعبه هو من أرقى الشعوب بالعالم. هن ناقلين الصورة الغلط، أو هن مختارين نسبة قليلة من الناس لحتى تدل على هذا الشيء. شنو بتشبهوا للبنانية؟ شوف الدكاترة، شوف المخترعين، كلهم شو عم يطلعوا؟ لبنانية دوابغ. الشعب اللبناني من نمبر 1، ما في مثله بالعالم كله، بس تروق الحالي وكله سكر. إذا في حضارة وفي لياقة هو عند الشعب اللبناني، يعني نحن هيك بنعتقد، ما بعرف. الشعب اللبناني أكثر شعب متحضر، وكل لبناني بيحكي خمس لغات، جيبي لي واحد أسترالي أمريكاني بيحكي خمس لغات، كيف بيقولوا عنا مش حضاريين؟ للأسف إذا حضارة أستراليا بدها تصور الشعب اللبناني هيك، ما عادش في حضارة بالعالم. بالعكس، الشعب اللبناني وين ما راح راسه مرفوع، وين ما راح بيغني المنطقة اللي بيقعد فيها. لا أبداً، منه مزبوط، عندهم حضارة أكثر من غير شعوب، بس اللي ناقصهم هو الدولة اللي بتنظم حياتهم. هيك القصة، هلا تعودنا يحاربونا وين ما كان، مش بس أستراليا، بس هون على الشعب اللبناني إنه يعرف يتصرف مع غير دول، يعرف يبين يثبت وجوده. أبداً لا، نحن عم نفرق فهم من لبنان لبرا، عم نفرق علم. نحن بلدنا طب لبنانية، شعب بحب الحياة وشعب مثقف ومنتشر بكل العالم، بس يعني أكثر شيء يعني هالأوضاع السيئة، إن كانت اقتصادية سياسية، أثرت عليه يعني كشعب لبناني. الثقافة خلقت من عنا، من لبنان. يعني أجمل شيء فينا نحن اللبنانية إنه كله مسموح، مننتقد بعضنا ومنحكي على بعضنا أو منعمل أمور ضد بعضنا، بس ما حدا يقرب صوب لبنان. هيدي الشغلة بعدنا بخير وسلامة فيها، وبعده اللبناني بيرفض حدا يوجه على لبناني، إن كان بالحكي أو على لبنان، إن كانوا الموجودين هون ولا المغتربين. رح أخذ مباشرة عبر سكايب من أستراليا سيد لبيب شمالي، ناشط في الجالية اللبنانية والمجتمع الأسترالي. سيد لبيب، أنا بدي رحب فيك. الله معك طارق، كيفك؟
نشكر الله وعينيك من النوم، يعني الوقت عندنا مغير. قد ايش الساعه عندكم هلا؟ هلا صار الساعه 7 الصبح. صار لازم توعى. اكيد. اول شيء بدي اوجه لك تحيه لحضرتك ولكل الجاليه اللبنانيه باستراليا ولكل المغتربين بكافه اقطار العالم. بحب لما تتواصلوا معنا وتحكونا عن قضايا زعجتكم، وهون بعرف انه كلمتنا او صوتنا مسموع لعندكم، وهذا الشيء بكبرنا وبيزيدنا فخر، ونحن بنحبكم كثير وبدنا اياكم على امل نهار كلكم بلبنان ان شاء الله. من سلمك لباب السماء، وبدي اشكرك شخصيا والشيشه الكريمه تبع الاو تي في، ورحب كمان بالمشاهدين. هيدي وجباتنا. يعني اليوم عم نحكي عن مسلسل تلفزيوني سيت كوم كوميدي، بعد ما بلش عرضه رح يبدا عرضه ب9 الشهر هيدا على القناه التاسعه الاستراليه، ومن خلال الاعلان وبس لانه نزل الاعلان الموضوع زعجكم وزعج الجاليه اللبنانيه، ولحد هلا يعني امبارح كانوا اكثر من 3000 شخص وقعوا على عريضه بيطالبوا فيها بعدم عرض المسلسل يلي بيحكي عن عائله لبنانيه انتقلت من حياه الفقر الى حياه إذا بدي أقول الترف، وبيصوروا أفراد هالعائلة بالمسلسل إنه فوضوية وبيعملوا مشاكل وما بيعرفوا يتصرفوا، بقصوا التصوينات، بحطوا جيت سكي بالبسين، بفوتوا بالبركة العامة وبيسبحوا فيها، وإنه هن بيعملوا مشاكل مع جيرانهم ومحيطهم. ومن الشخصيات ومن جملة قطعت بالبرومو يبدو، أنا ما بقدر أكد، هلا حضرتك بتقلي إنه مثل كأنه العائلة بالمسلسل هي من الطائفة المسلمة، لأنه بيقلها للإمرأة، بيعرفها على مرته بيقلها احدى نسائي، فهي بتستغرب انه كيف عم بيقول لها احدى نسائي. حضراتكم ليه قايمين على هالمسلسل وشو يلي زعجكم من قبل ما يبدا عرضه سيد لبيب؟ انا عم بسالك كناشط في الجاليه اللبنانيه والمجتمع الاسترالي. اوكي، اولا بصراحه نحن محظوظين انه عايشين بواحد من افضل بلدان بالعالم، وكثير اوقات بنتمنى انه لبنان يكون عنده هيك نظام واحترام للانسان ومحاسبه وشفافيه بالدوله. يعني لحتى اكون صريح انه اذا بيروت الام يلي ولدتني، استراليا الام يلي ربتني. نعم. بس مثل كل دول عندنا مشاكلنا الخاصه، ومن بيناتهم مشاكل العرقيه. نعم. بالاخص يعني مع السكان الاصليه تبع استراليا. نعم. اما المهاجرين مثل لبنانيه وغيرهم. نعم. هلا مثال عم بحطوها على التلفزيون جزء صغير من الجاليه وصناعه مناطق معينه، يعني ما فينا نقول انه هاو من لبنان او لبنانيه بقى، ولا بيمثل الجالية اللبنانية. نعم. وكمان بس نقطة من قبل، إنه ولا محل بالمسلسل بيقول إنه هيدي عائلة إسلامية أما مسيحية. نعم. بصراحة بس بيوجهوا للواحد وبيوصلوا يعني لنقطة بلا ما يكونوا قايلين شيء. بلا ما يقولها، لما يقلها بالإعلان للجارة مثلاً، لما يقلها بالإعلان للجارة رح عارفك على إحدى نسائي وهي ما تفهم، يعني مثل كأنه نعم مثل كان عم بيقولوها بس من دون ما يقولوها بالعربي المشبرح، والاسماء مختارينها كمان تكون بعيده اذا بدي اقول عن الطائفيه مثل توفيق وفوفو والى ما هنالك. بس ليش الموضوع زعجكم هالقد وعم بتوقعوا عريضه بتطالبوا بعدم عرض المسلسل من قبل ما يبدا عرضه للمسلسل؟ هيدا سؤالي لحضرتك. لانه فيك تشوف الستيريوتايب انه الامثال يلي عم يبرزوها على الشاشه نعم ما خاصة بالجالية اللبنانية وما خاصة بلبنان، يعني سمعت العالم اللي كانت عم تحكيهم بالشارع اليوم. نعم. ما خاصهم، يعني بالقليلة إذا بدهم يخيب بدهم يتمرقوا علينا يتمرقوا على حالنا مثل العسل، بس يتمرقوا على شيء جدي أما واقع بنعمله بصير فيه، لأنه هون بالمجتمع الأسترالي نعم ولا حدا فوق المرأة، حتى المجتمع الأسترالي هو بيتمرقع على حاله، وهيدا شيء مقبول هون. نعم. بس بالقليلة إذا بدهم يمزحوا بدهم يفرجوا ستيريوتايب، منا مشكلة بالمرة، بس يفرجوا شيء حقيقي. نعم. بس لا تاخذني هالهبلة، يعني في جزء من الجالية لحتى يقول لك في، لا بس المجتمع الاسترالي بيضحك عليهم، والهيئة المجتمع اللبناني كمان بلبنان نعم بيضحك على هيك عالم إذا رجع على لبنان. يعني بدنا وقعتوا هالعريضه وما بعرف كم شخص صرتوا اليوم، وكتار حتى من المغتربين مش بس الموجودين باستراليا عم بيطالبوا بعدم عرض المسلسل، بس انه معروف انه استراليا يعني لحتى نقول الاشياء كمان مثل ما هي انه بلد الحريات، يعني المسلسل صعبه انه يتوقف وصعبه انه ما ينزل، وبتتوقع انه يتم عرضه ب9 الشهر على القناه التاسعه مثل ما كان مقرر، ولا بتستبعد الموضوع؟ يعني تواصلتوا مع
تواصلتوا مع القناة، مع شركة الإنتاج، المنتجة للعمل، حكيتوا مع حدا ولا بس مكتفين بتوقيع العريضة؟ في كثير عالم حكيت معهم، بس ليك نحن ما بدنا نوقف حدا ياخذ شيء، بس بدنا نستبق الأمور ونسجل تحفظاتنا بالبداية. نعم. يعني في كثير أوقات ومش أول مرة بتصير، ومش مع جالية لبنانية، مع اليونانية، مع الطليانية، مع كثير. نعم. They go للضحكة للرخيصة، the cheap laugh. نعم. وإجمالا من بيناتهم بكون جايبين شي واحد لبناني بالإنتاج أما عم بيمثل. نعم. And they go for the dollar rate يعني the cheap dollar. نعم. بنسميه. نحن ما بدنا نوقف حدا، ما بدنا نوقف حدا يعبر عن قضيته، بس بالقليلة إنه احترموا العالم يلي عندكم إياها. واللي كمان بنت هالبلد. هلا نحن في كثير اشياء فينا نعملها، مش رح نكبرها هالقد. نعم. بس افضل طريقه لحتى نضارب هيك امثال وهيك ستيريوتايب، لحتى نكفي مثل ما نحن نكون افضل مواطنين استراليين، نقدم للمجتمع، نبني هالوطن مثلنا مثل غيرنا، ونعلم اولادنا انه اللي عنده دكانه على زاويه بالحي باستراليا، اما الدكتور اما المحامي اما رجل الاعمال، كله هيدا مثل للاثنين، عم بيمثل الاثنين بطريقه رجالية لبنانية بطريقه مباشره اما غير مباشره. فاحسن طريقه يعني الرجالية اللبنانية لحتى تتعلم انه اذا في جزء من هالجالية عريض هلا خلينا نقول له. نعم. وخلي يمكن ال 95% من الجالية تبرز حالها بافعالها. أنا بالنهاية بدي أتشكرك سيد لبيب، وبدي واجه تحية لكل الجالية اللبنانية بأستراليا وبكافة أقطار العالم وكل المغتربين. نحن رح نضلنا على تواصل معكم، رح ننطر لتسعة الشهر لحتى نتابع أولى حلقات المسلسل، وإذا رح تنعرض وشو رح يكون فيها، وإذا كنا عم نستعجل يمكن بأحكامنا، وإذا كان ستكم مهضوم وبين العائلة بطريقة مهضومية. هلأ بعرف أنه الإعلان زعجكم أنه ببين العائلة اللبنانية فوضوية وإلى ما هنالك، بس خلينا ننطر لتسعة الشهر لحتى نشوف لوين رح يخدنا هالمسلسل، ونحن معكم وعلى تواصل معكم، وصوتكم بمسموع من أستراليا لهون ومن هون لأستراليا. نشكرك كثير طارق، نشكر الـ OTV والفريق العمل تبعك. شكرا.